السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات ام رشيد. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح البنات. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راني حندير لكم جوله في محل بيع كيما نقولوا ملابس العرايس، يكروا يبيعوا. حبيت نعرفكم على واش راه كاين جديد. اول حاجه حبيت نعرفكم على لي سواغي هذو اللي راهم كاينين. عامليك تفضل خويا، تفضل عامليك هكا باش تشوفوهم مليح. لي كولور لي فيهم في نوار هكذا. ها كاين هاد الكرونة ثاني بزاف شابة. هاديك ان شاء الله يعجبوكم. كاين هاد الموديل ثاني، وكاينين هنايا شابين، شحال شابين بزاف شابين. ها كاراكو مودير تري على مودي هبل. شوفوا لا كولور ديالو، طربوش. شوفوا شحال شابين ما شاء الله. وعندنا هاد لا كولور ثاني بزاف شابه، انا هاد لا كولور نموت عليها مع الدوغي. اه تهبل تهبل، نحب هاد لاكولوغ. حبيت نعطيكم برك يعني واش راه كاين. تشوفوا لي موديل اللي راهم على بالي راكم شايفين بزاف لي موديل. لا شوفوا شحال شابين كيف كيف. تانيت فيهم الطربوش. هاوليك هاوليك وهذا ثاني. شوفوا شحال شباب راه يمشي مع الجين بزاف شباب ثاني. شوفوا انا هذا هبني، هذا عجبني فور توب. وهذا الموديل ثاني في النوار، هذا بالمحرمة. مع البوشيت بزاف ثاني شباب. هذا القماش نسيت اسمه يا ربي. المهم اللي تفكرت اسمه تقولي على اسمه نسيته. ما معناش بشي حاجه بي. اي مطرز اربع ما يكون. وكاين هاد لونسومبل ثاني شباب، لا جوب ميني ثاني شباب. هاك باش تاخذوا برك فكره. كاين بزاف بنات قالوا لي ورينا واش راه كاين، ورينا واش راه يمشي هاد الصيف. راني عطيت لكم حاجه جديده. وشوفوا لي موديل تاع الكراكو هنايا بزاف لي كولور. على بالكم سروال شقة ولا سروال مدور يقعد هو هو، والفوق تبدلي لا كولور اللي تحبيها. اصبروا انا نحب اللباس التقليدي، اي نجوز عليهم كامل. شوفوا الغوج الموف البلو كامل، حاجة شابة. شكون تحب اللباس التقليدي كيما انا؟ يا حنو انا كنسمح باللي جاتك الصباح جدك. هاي ليك شوفوا الغوج الموف الكرونا كامل راهم هنايا. الفيغ بزاف شابين. هاي على خاطركم راني دخلت الحوانت وراني نصور لكم. ان شاء الله بك يعجبوكم. عندك وكاين هذا الموديل تاع القفطان ثاني شباب للبيع، قالكم 32 يعني 3 ملايين و 200 الف. هاوليك مطروز شباب المملك اللي اختاروا بزاف شابين. وكاينه هذه ثاني ثاني شابه. خويا شحال دارت هكذا؟ 710. هذه ثاني قالكم 720. وكاين هاد القفاطن ثاني لي موديل شابين. هادو كامل لي موديل جدد. على بالي كاين بزاف لي موديل، انا يعني خيرت لكم نوع من انواع لي موديل برك. شوفوا هاد هاد لاكولور ثاني بزاف شابه. وهنايا كاين اللباس التقليدي القبائلي
هاني شباب راه فيه بزاف لي موديل. انا الصراحه نحب التقليدي تقليدي، ما نحبش بزاف بزاف. ها وليك القبائل ثاني راه هنايا الثوب تاع القبائل. واش نهضر قبائليه؟ نعرف واش تاع قبائليه، واش نهضر قبائليه. ها وليك بزاف شباب، نموت على اللباس التقليدي، ما على باليش على عشقي به. شوفوا هذيك تاع قبائل نواغ فور توب، تاع لي جون في تهبل نواغ مخدومه هايله. وكاين تاني هنا اللباس الشعوي بزاف شباب، فيه لي كولور توب، نوريه لكم هانيك في البلون في البلو بزاف شابين. شوفوا لي كولور تاعهم، لباس الشاوي ثاني داروا فيه بزاف لي موديل شابين. هاوليك لحتى هنايا ثاني نايلي الشاوي، هاوليك اختي هادو للبيع. البيع شحال؟ معليش. والكرا كيف كيف ما على بالك؟ انا هنا جديده. اي الله يبارك، معرفت خير ان شاء الله. بزاف شابات هبل، شوفوا كيفاش مطروزه بزاف شابه. وصلنا اخيرا لللباس الرائع اللي تحلم به كل طفله، ان شاء الله كل وحده تلبسو هذا العام يا ربي وتفرح به. حبيت نخدم لكم به، يا ربي كل وحده متمنيه تلبسو ان شاء الله تلبسو بلهنا، ويعطيها ربي ان شاء الله الزوج الصالح. اللهم امين للامه الاسلاميه كامل، اللهم امين. هاوليك وهنا البنات كما قلت لكم نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر، ان شاء الله يعجبكم كامل وشوريت لكم، وكل وحده ان شاء الله في قلبها حاجه ومتمنيتها تعجبها وتشريها وتلبسها بالصحه والهنا. السلام عليكم.